وللحديث حول التحذيرات من اتساع ظاهرة استيلاء متنفذين على مساحات واسعة من الأراضي في محافظة ديالى، معنا من ديالى الكاتب والباحث السياسي محمود الجاف. أهلا بك سيد محمود. بداية، كيف تفسر حالة الضعف لدى السلطات الحكومية في ديالى أمام جهات بعينها قائم مقام بعقوبة يؤكد تعرضهم لهجمات بعد استعادة 600 دنم من أصل 1000 دنم؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بك. تحية لك يا أخي العزيز والكادر والأخوات والأخوة المشاهدين جميعا وبعد. في الحقيقة المخطط كما تعرف حضرتك وقلناها هذه أكثر من مرة ويذكرها الكثير من الأخوة على مستوى الإعلام والسياسيين الشرفاء بالبلد. نعم. الأمر مخطط كبير جدا تشترك فيه عدة جهات، ومنها بداية إيران طبعا. الدولة الجارة السوء اللي ما تبعث لنا غير الشر والظلم والبؤس للاسف. بداية بدا في عمليه تجفيف الانهار، وتعرف حضرتك قلناها سابقا روافد عديده للانهار تم تجفيفها وتحويلها اصلا الى الداخل الايراني من اجل القضاء على ما تسمى دوله عربستان، واللي من اجل تهجير المواطنين من عربستان حتى تكون سيطره النفط والحرس الدولي الايراني تلك المنطقه اولا. هذا الامر انعكس على محافظه ديالى، هذه المحافظه اللي هي عند ايران استراتيجيا قاعده جدا مهمه طبعا لهم. نعم. الان تحولوا الصور المزارعين اللي بديالى الى مطاردين خطيه نتيجه للديون اللي عليهم تجاه الدوله بسبب، واليوم حتى عضو الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحيه الاستاذ قيس الزيد يتحدث عن هذا الامر، وعشرات القضايا حاليا رفعت في المحاكم. جزء منها تم حلها طبعا وفق المنظور العشائري من اجل تخفيض المبالغ، والاخريات لا لحد الان يتابعهم الدوله ويتابعهم القانون، وتعرف حضرتك لعنه الجفاف تسببت باذى كثير لالاف الاسر، مناطق عده خاصه من محور حوض دياله وبقيه المناطق. تصور هذا الامر ادى الى جفاف الاراضي والمساجد ثم حرق النخيل والاشجار والقضاء على قلتها سابقا انا حتى بقناتكم كانت اكو، ثم الغابة الحمراء في بغدادية اللي فيها أجود وأفضل أنواع الرمان بالشرق الأوسط. كل هذه المناطق تحولت إلى أراضي يابسة تم الاستيلاء عليها من قبل الميليشيات والمتنفذين، وتباع تخيل أنت 100 متر بأكثر من 30 مليون دينار عراقي قطعة أرض اللي هي 100 متر. نعم. فكيف إذا باقي يعني باقي القطع الكبيرة؟ سيد محمود، إذا كانت الدولة عاجزة عن حماية أراضيها، ماذا عن أراضي المدنيين في ديالى؟ هل هم في مأمن من مثل هذه التعديات؟ والله يا أخي العزيز أنت عندك مثل جدا بسيط، الميليشيات تهدد رئيس الوزراء وتقول له أقص أذانك، هو المواطن يقدر ذاك الوقت يسيطر على نفسه؟ الميليشيات تهدد رئيس الجمهورية أو تهدد الوزراء أو تهدد حتى قادة الجيش الحالي؟ نعم. هو هذا يقدر ذاك الوقت المواطن يأمن على نفسه؟ الميليشيات اللي تخطف مدراء أجهزة أمنية وضباط كبار بالأجهزة الأمنية أو تقتلهم يعني، أو قاضي لا. تدخل عليه أنت في دعوة مجموعة من المجرمين يذبوا له تهديد تنتهي المشكلة بثواني. الأمر ما عاد للأسف بلدنا للأسف وإذا تشوفون أنتم بعينكم قامت تتحكم به، مو بس الميليشيات، العاهرات مع الأسف صارت تتحكم ببلدنا والمتنفذات وهن يتأمرن، وعندي مئات القصص اللي تتحدث عن هيك مواضيع. لكن لماذا الشيخ الدلياني قالها بالتلفزيون؟ لكن لماذا على وجه التحديد في ديالى تجري هذه العمليات من الاستيلاء على الأراضي بهذا الشكل المقلق سيد محمود؟ ديالى منطقة مهمة جدا استراتيجيا لإيران لانسحاب القطاعات أو لتقدمها أو للدعم اللوجستي لها، وكذلك ميليشيات أو أذرعها في الوطن العربي عامة مو بس بالعراق، ولهذا لازم تتأمن. وأنا قلتها سابقا لا تصدق أنت يبقى شبر بديالة أو غير ديالة، وبالمناسبة ديالة تقريبا تم القضاء عليها تماما. هذا الأمر ترى خلي يسمعني الكل، يشمل كل العراق من شماله إلى جنوبه حتى إقليم كردستان ثم كل الوطن العربي بما في ذلك المملكة العربية السعودية أو الأردن أو الكويت أو الخليج بأكمله، الكل مشمول بهذه القضية. ثم صدقني واحفظها علي هالكلمة، راح يعبرون حتى إلى الجارة تركيا. كل العالم العربي والإسلامي هو هدف لهذه الدولة الشريرة اللي هم جند الأعور الدجال، وأنا قلتها سابقا وأكررها الآن. هؤلاء هم جند الأعور الدجال والله أعلم.
ماذا عن الحكومة الجديدة سيد محمود؟ ماذا عن حكومة محمد شياع السوداني؟ هل تعتقد أنها ستوافق على استمرار هذه العمليات من الاستيلاء على الأراضي في ديالى؟ طبعا توافق. هو لما يجي أثناء انتخاب السوداني أو غيره كان قاعاني هو موجود بالبرلمان وتم انتخابهم. أخي هم أذرع. أنا سبق أن ذكرت في مقالي اخطبوط الموت مع مائم الشياطين، نبهت لأكثر من مرة للأسف أنه إيران تستخدم أسلوب النظام الإيراني الصفوي، يستخدم أسلوب الأخطبوط اللي عنده ثمان أذرع، يمد أذرع عديدة، مقتدى ذراع، المالكي ذراع، البدر ذراع، غيره ذراع، العصا كلها أذرع. هذه الأذرع لما تنقطع على ذراع أو تتوقف أحد الأذرع لأسباب كثيرة منها الضغط الدولي أو الإقليمي وغيره، يمد أذرع أخرى ويحرك أذرع أخرى، وبالنتيجة مستحيل تخرج الفريسة من مخازن بين مخازن، إلا إذا وأنت تعرف عنده هو أصلا حماية من القوى الصليبية العالمية والصهيونية العالمية، وهم وجهان لعملة واحدة طبعا. إلا إذا صدقني هذا الأمر لا يمكن أن نتخلص من عنده إلا إذا توحدوا. إلى السؤال الأخير الآن سيد محمود، يعني هذا المشروع الإيراني في ديالى والعراق ككل إلى أي مدى يحول العراق إلى مركز لتهديد دول الجوار؟ في وقت وعدت الحكومات المتعاقبة وخصوصا حكومة الكاظم السابقة وعدت بإبعاد العراق عن مثل هذه التجاذبات. لا يقدر، والكاظمي قدم لنا رسالة واضحة من البداية، يعني احنا ما بحاجة إلى أن ننتظر تصرفات الكاظمي، وأنا حتى في وقتها قلت له الكاظمي كتبت له مقال لا توديه للشر استهزاء بي، يعني الأمر واضح. هو من أول يوم لما يروح على الميليشيات ويروح يقابل الحشد وقيادة الحشد ويلبس هدوم الحشد يقول لنا يعني أنا أحمل أي فكر. أخي العزيز احنا لابد أن نعترف ونتأكد ونقرر ونعمل على هالأساس ونتأكد أنه هذه الحرب هي حرب دينية واضحة جدا علينا. لذلك احنا إذا ما فكرنا هالتفكير وصدقناه وبدينا نعمل على هالأساس لا تصدق احنا راح يجي يوم من الايام ننتصر او نعيد حتى تواجدنا في المنطقه وفي بلدنا وفي في بيوتنا تحديدا. يعني ديالى اولا واخيرا شكرا. من ديالى الكاتب والباحث السياسي محمود الجاف كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.